حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه فلبثنا عنده نحو من عشرين ليله وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم الى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاه كذا في حين كذا وصلاه كذا في حين كذا واذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم